البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية، بركته علينا أمين. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، وذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوي والصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. فقال أغريباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني
بطول الأناتي. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين أمتي في أورشليم، يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول، إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسياً. والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أسباطنا الاثنى عشر يرجون نواله، عابدين بالجهد ليلاً ونهاراً. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباس. لماذا يعد عندكم أمراً لا يصدق إن أقام الله أمواتاً؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضاً في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين، آخذنا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس، قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك، لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهارده يا حبايبي 5 برمودة، احسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهارده من سنة 576 قبل الميلاد استشهد النبي حزقيال ابن بوزي الكاهن، وهو واحد من الأنبياء الكبار الأربعة، وسبب تسميتهم الكبار لأنهم كتبوا أسفار كبيرة في العهد القديم. هو نشأ في فلسطين وبعدين كان مع المسبيين في بابل، وهناك حل عليه روح الرب وتنبأ حوالي 22 سنة، يعني ربنا عرفه حاجات قبل ما تحصل، ودي اسمها نبوات. منها تبكيت للكهنة لأنهم مش بيعلموا الشعب، وتنبأ عن المعمودية
اللي بتخلينا أبناء الله بحلول الروح القدس فينا وعن قيامة الأجساد، وكمان تنبأ عن ميلاد المخلص من القديسة العذراء مريم وإنها عذراء بعد ما ولدت السيد المسيح، وربنا أظهر على إيديه معجزات كتير، ولما عبد بنو إسرائيل الأصنام في بابل بكتهم فقاموا عليه رؤسائهم وقتلوه. بركة صلواته تكون معانا آمين. وكمان زي النهاردة استشهد القديس هيباتيوس أسقف غنغرة وهي على ساحل آسيا الصغرى تركيا حاليا، وكان من الآباء العظماء اللي دفعوا عن الإيمان والعقيدة، وبعد ما حضر مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية وهو في طريقه لبلده قاموا عليه الهراطقة اللي كان بيقاوم تعاليمهم الخاطئة ورجموه بالحجارة، ونال إكليل الشهادة وأخدوه أهل المدينة ونقلوه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا آمين. يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بأمانتك استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتبرر قدامك حي. هللويا مبارك لك باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه
يلتزموا. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه. ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبس والكمون، وتركتم أثقل الناموس. الحق والرحمة والإيمان، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوض ويبلعون الجملا، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكاس والصحفة، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نق أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثبان. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شركناكم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال أباؤكم أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتباء، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في راخة تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك لاتي باسم الرب.